شكرا لمشاهدتك ترندنج، سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وإعجابك بها وتعليقك عليها. عاد الخلاف المتصاعد بين النادي الأهلي المصري ورئيس هيئة الترفيه السعودي تركي آل الشيخ إلى نقطة الصفر مجددا. كانت العلاقة بين الطرفين قد مرت بعدة مطبات على مدى الأعوام الماضية. كانت العلاقة بين الجانبين قد تحسنت بزيارة قام بها تركي آل الشيخ لمنزل رئيس الأهلي أو النادي الأهلي محمود الخطيب في تشرين الثاني نوفمبر عام 2019 للاطمئنان على صحته حينها. لكن العلاقة عادت إلى التوتر بينهما بعد أن قررت إدارة الأهلي في بيان لها أمس سحب اسم تركي آل الشيخ من لائحة الرؤساء الشرفيين للنادي الأهلي. وأضاف الأهلي إنه سيطلب موافقة من وزير الرياضة المصري أشرف صبحي لإعادة كل ما قدمه آل الشيخ من هدايا عينية وتبرعات مالية دخلت خزينة النادي. تقدر الأموال التي تحدث عنها النادي بمئات الملايين من الجنيهات المصرية، إلا أن آل الشيخ كان قد أعلن في أيار مايو 2018 تخليه عن الرئاسة الشرفية، واتهم إدارة الأهلي بالإخلال بالوعود والإهانة بعدما دعمه بمبالغ مالية قال إن قيمتها وصلت إلى 14 مليون دولار. بعد سحب اسمه من لائحة الرؤساء الشرفيين، آل الشيخ طبعا علق على هذا الأمر بمنشور على الفيسبوك. دعونا نقرأ لكم ما كتبه تركي آل الشيخ في منشوره. يقول: أخيرا الاستقالة اتقبلت، والكورة الآن في ملعب معالي وزير الرياضة لإرجاع كل شيء. ويا نحلة، لا تقرصيني أو لا تقرصيني ولا عاوز عسلك، يا ليت كانوا كاتبين كل حاجة بالأسماء. منشور تركي آل الشيخ هذا حصل على 56 ألف تعليق، منها هذه التدوينة لتامر يوسف يقول في تغريدته: بصفتي عاشق للزمالك بسألك، أنت تقصد إيه بياريت كانوا كاتبين كل حاجة بالأسماء؟ دي الحاجات بتاعتك لوحدها محتاجة بيان من 10 صفحات. وعامة النظام في مصر كده، لما تسيب خطيبتك تاخد كل الهدايا بتاعتك وده حقك. أما هنا محفوظ فيكتب مدونا مغردا: بعد إذنك إحنا تعبنا كفاية كده، ارحمنا شوية يا عم إنسانة، خليك في حالك وخليك في ناديك الإسباني، إحنا لا عايزين فلوسك ولا رئاسة شرفية، أنت ما بتزهقش. أما هنا فعادل الغزالي له هذه التدوينة، يقول: فيا سيدي، طالما على كلامك أن ما حدش عامل لك اعتبار ولا أهمية، يبقى خلي عندك دم وابعد عن الرياضة المصرية كلها، عشان من يوم ما دخلت وسطينا بوظت حاجات كتير. يسلم الدكتور محمد زكريا سراج الدين. أحمد أسامة في تغريدته، بالأحرى قرأنا تغريدة أحمد أسامة، هذه التغريدة التي أبحث عنها: الأهلي صنع تاريخه برجاله وجماهيره، هذا كلام عادل الغزالي. الوفية بدون ما يكون لك دور، وسيظل هذا الكيان العريق قيمة وقامة على مستوى العالم بدون فضل من أحد. الذي قصده المغرد مشاهدينا أحمد أسامة في تعليقه على سراج الدين هو الأزمة الجديدة التي حدثت بين آل الشيخ ومحمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بعد تبادل تغريدات بين الطرفين. ففي منشور قال محمد سراج الدين منتقدا طبعا في تغريدته، يقول فيها: في فيروس عجوز موجود من زمان في قطاع الرياضة في مصر، والكلام لمحمد سراج الدين، يقول: وفي فيروس تاني عيل لسه مستجد من الخارج، الفيروسات دي بتنشر فتن وقرف ومشاكل طوال الوقت في الرياضة وبين الناس وبين بعض وبين أكبر جمهورين في مصر. رد عليه آل الشيخ بهذه التدوينة أو هذه التغريدة، يقول: هو مين الهالفود ده محمد سراج الدين؟ أي موقعك من الإعراب بس قبل ما رد عليك يا هالفود؟ طبعا هذا كلام أيضا لتركي آل الشيخ في تدوينته بعد تبادل الإهانات والتهم والتي وصلت إلى رفع الدعاوى القانونية بين آل الشيخ ومحمد سراج الدين. نشر الأخير هذا الفيديو: إحنا في دورة كنا، وأنا واثق من ده، عشان كده أنا مطمن الحمد لله. ولو في بلاغ تقدم ضدي فأنا هقدم بلاغين، بلاغ سب وقصف برضو، عشان ده حصل قدام مرأة ومسمع الجميع، وبلاغ تشهير بوالدي بدون أي وجه حق
بدون أي دليل وبدون أي إثبات ولا حاجة موجودة خالص من الكلام ده، وهو وقع في الغلط ده وكتب كلام مش مظبوط. فأنا برضو مش هتنازل عن حقي ومش هسكت، يعني أبقى عندي برضو بلاغين أقدر إن أنا أقدمه.